طيب مشاهدينا، يعني خلينا نقول لكم قبل ما نختم التغطية المستمرة دي أهم النتائج وأهم المحافظات اللي وصلتنا دلوقتي. محافظة الغربية كانت نسبة، طبعا أنا هقول كل النسب اللي جاية، نسبة التصويت بنعم في الغربية 98.6%، في أسيوط 94.6%، في إنا 97.4%، في محافظة البحر الأحمر 95.8%، في بورسعيد 97.5%، في المنيا 94.7%، في الإسماعيلية 96.6%، في مرسى مطروح 97%، في جنوب سيناء 93.9%، في محافظة السويس 92.5%، في بني سويف 94.2%، في أسوان كانت النسبة 98%، في الوادي الجديد 92.8%، في محافظة دمياط 98.3%، في محافظة سوهاج 95.8%، في أسيوط 96.9%، في المنوفية 97%، في كفر الشيخ 98%، في محافظة الفيوم 94.4%، وأخيرا في محافظة الأقصر 98.3%.